ديالي هي كندير ستريت ارتيست يعني في كاع المدن تقريبا. خدمت في طنجة، صويرة، وأصيلة، وفاس، ودابا وجدة. أول حاجة يعني هذا الفنان يعني شارلي شابلن يعني كنستلم من بيه بزاف الحوايج. يعني كي أول حاجة أنا ما كنهضرش بزاف، يعني هو صامت. ثاني حاجة يعني كيعجبني يعني نفرغ داكشي اللي عندي انسايد يعني الداخل بطريقة صامتة. يعني ما أنا أصلا ما فيش نهضر بزاف، وكان أصلا كان يعني كنحاول نخرج داكشي بتعبيرات بشكل فهمتي. وثاني حاجة يعني دايرها يعني جوج ديال الأدوار، يعني كنقدر نخدم بكلاون، نقدر نخدم ب رسام. بالنسبة ملي كنكون لابس هاد كلاون يعني يعني انك تأتيريهم هاد الكسوة تقريبا كيجيو كتر ما كما كنت قبل. بالنسبة كاينين شي ناس ما كتفهموش هاد الحوايج، كاين شي ناس كيسحبت لهم بلا مختل عقليا بهذا المعنى. صاي هادشي اللي لا اصلا ملي كنخرج كنكون خارج من الدار يعني كندير في بالي راه كاين الناس كيتعاملوا معك بايجابيه وناس سلبيه. يعني وانا اصلا ما كناخذش كاع التصرفات بجديه، يعني كي واخا يقولها سلبيه انا يعني هذاك الشيء اللي عارفه انا اكثر هي ايجابيا يعني كيغلب على ديك السلبيه وكنكمل. يعني ماشي ما عنديش مشكل. بالنسبه للصعوبات اللي كنلقاهم هنايا في وجده مقارنه بمدن اخرين، يعني هنايا وجده عند الناس مازال ما كيتفاهموا الارت مزيان، وتقريبا هو الانسان الوحيد اللي كيدير هاد ستيت ارتست هنا في وجده. سو يعني كنلقى واحد المشاكل بزاف اللي كتقدر كتحطم لك المسيره ديالك، ولكن كاينين شي ناس عاوتاني هما عاوتاني كيضامنوا معاك. المهم رساله اخيره كنوجهها لوزاره الثقافه، يعني كما قلت في الاول يعني حاولوا يعطي واحد التشجيع لزارتيست، يحاولوا واخا يديروا لهم واحد المقر واحد ولا كما نقول واحد الساحه يعني كتجمع بيناتهم، حاولوا تضامنوا معاهم. يعني راه داكشي حنا باش كنخدموا راه كنشروه بفلوس. انا اللي كيخدم بلا بانشير ولا كيخدم بقلم رصاص ولا راه ماشي كيديروهم درهم ولا زوج، راه كت وعاوتاني الاطفال يعني حاولوا يعني يدعموا شويه الشباب باش يكملوا هادشي. اما اللي بقى يحطموهم ولا كيعتبروه كاع ما كاينينش، هذيك راه هذيك الحاجه اللي خلات المغرب اللور.